محمد منير اللي انا شخصيا على الصعيد الشخصي بموت فيه، بحبه كتير لانه مجنون، فنان مجنون حقيقي، وبجد بجد بحبه كتير على الصعيد الشخصي. وكمان في معناها ايه بالنسبه لكم؟ لا، مجنون الجنان الحلو. ايوه الجنان الحلو، الجنان الشعطه الحلوه الفن، لا جنان الشعطه الحلوه الفنيه الحقيقيه. اختياراته مثلا في اغانيه، في اختياراته ومواضيعه، شخصيته، الشخصيه الحقيقيه الشفافه اللي ما فيهاش وشين، يعني عرفت قصدي؟ وفنان بنفس الوقت، مش اي فنان مجنون تقدر تستحمله. متفقين متفقين، هذا رأيي.